يعد تطبيق أنتخب الذي أطلقته وزارة الداخلية نقلة نوعية يواكب تطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية. صمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخابات بكل سرية، وهذا التطور التقني الذي يتزامن مع انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة يتطلب من المواطنين تحميل تطبيق أنتخب المتوفر في الهواتف الذكية المعززة بخاصية اتصال المدى القريب NFC، واتصالاً بالشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مقيداً في السجل الانتخابي، ثم عبر 4 خطوات تتسم بالسهولة يقوم الناخب بالتقاط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين، ومن ثم وضع شريحة أصل البطاقة الشخصية ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات. بعدها يقوم الناخب بالتقاط صورة شخصية له، ثم تظهر له قائمة المترشحين ليقوم باختيار مرشحه في الولاية المقيد بها، وصولا إلى الضغط على زر التأكيد لتكون بذلك قد أتمت عملية التصويت. يضمن تطبيق أنتخب مشاركة أكبر عدد من الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، لما يوفره من سهولة الإدلاء بأصواتهم وانسيابية الترشيح من خلال التطبيق وحرية اختيار الوقت والمكان. وتدل هذه الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في كل فترة انتخابية على حرصها الدائم في الاستفادة من التطور التقني الحديث واستخدامه وتطبيقه لتسهيل آليات العملية الانتخابية. وتأتي هذه الانتخابات ضمن نظام المحافظات الذي يعد نقلة نوعية أقرتها حكومة سلطنة عمان للدفع بعجلة التنمية الشاملة وإبراز النشاط الريادي والدور التنافسي بين المحافظات، بما في ذلك دور المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية لتحقيق رؤية عمان 2040 في دفع الجوانب الخدمية والتنموية إلى آفاق أوسع.